سهير كانت في المعمورة متجوزة أستاذ منير مراد، وليلى مراد كانت صاحبة جدتي، وأنا كنت عايشة مع جدتي وماما، فشايفاهم عارفاهم بتفرج عليهم، بس كنت بشوفها ست واو، حاجة جميلة جدا. فات الوقت وجه الوقت وكبرت وجدتي ماتت، ودخلت الفن ودخلت التمثيل، وشفت سهير البابلي بقى اللي انا شفتها. هي طبعا مش ممكن كانت تفتكرني وانا صغيره، بقيت اقول لها سوسكا، يعني بقت صح، هي بقت صاحبتي انا مش صاحبه ماما. سهير عشت معاها من اجمل ايام حياتي. سهير بتطبخ لي، كنت لازم ابات معاها تقريبا يوماتي. انا واسعاد وسهير لما كنا نقعد ونسهر احنا الثلاثه مع بعض، كانت سهير تفرد لنا مرتبة عندها في البيت، كانت دورها أرضي، ونقعد إحنا التلاتة عليها، هي تطبخ وإحنا ناكل على الأرض عندها في البيت، وبعدين بقى نكسل نروح. فان بيت يعني بالمرة، يعني فول بورد، يعني تيجي تقولي أنتوا جايين لي فول بورد. سافرت أنا وهي والملك الله يرحمه فريد شوقي، وكنا بنعمل مسلسل اسمه الشاهد الوحيد، قاعدين في موتيل كل قوادنا قدام بعض، يعني سوسكا هنا، الملك هنا، انا هنا، معرفش، يعني كل الاستاف واخد القواد بتاعت الكوريدور كله. قالت لي بصي بقى، هاخد حمام وهخش احفظ وهنام بدري. قلت لها اوكي وانا كمان. فهي قالت لي حامله البانيو واخش اخد حمام. قلت لها طب تعالي نقعد مع الملك شويه لحد لما ايه تخش يا حمام. طبعا قعدنا مع الملك، نسينا الوقت، احنا قاعدين على الارض، وفجاه لقينا الارض دي بتعوم بينا، غرقت المكان. طبعا كان استاذ سمير خفاجه ربنا يديله الصحه، كان هو المنتج، غير كل موكات الارض على حسابه. فسوسكا انا دايما اقول لها انتي تطولي العمر من ضحكتك ومن قلبك الحلو، وكفايه انك تعرف ان في بني ادمه بتحبك في كل سجده بتدعي لك. دي سهير البابلي معايا انا شخصيا.